صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، من المقصود في هذه الآية ولمن يعود الضمير؟ يعود إلى آدم وحواء، وجعل له شركاء في الطاعة لا في العبادة، لأن سموا المولود عبد الحارث، شرك في الطاعة وليس في العبادة. نعم.